مرحباً everyone, this is Chef Nato with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. نطحن السمسم وعدم المبالغة في الطحن من شان ما يطلع الزيت من السمسم نوضع الملح ملح هو اختياري نوضع سبع معالق ماء ساخن سبع معالق طعام ماء ساخن وبنحرك جيد وبنترك العجنة ترتاح خمسة دقيقة نوضع ورق الزبدة وبنفرد دايما الإنسان لازم يتأكد إنه هذا إنه أي طعام أو أي وصفة سواء من عندي أو من عند غيري هل هل إنه هي بتناسبه أو ما, أو ما بتناسبه لازم يراجع الطبيب الخاص تبعه او هو يتحرى المعلومة صح يعني مش كل الطعام بناسب كل الناس هنعمل بالطاسة هنعمل بالفرن يعني الانسان هو طبيب نفسه وهيك اصبحت تانية جاهزة نوضع بالفرن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط نشغل الفرن من فوق ومن تحت والمدة حسب نوع الفرن وبنعمل هذه بالطاسة تقريبا كل وجه أربع دقائق ولو كانت مشققة أو شيء أنتم ممكن تتعاملوا معها عادة هي فيها مرونة العجنة يعني سهل أنتم تزبطوها انت لو فيها تشقق أو أي شيء كل وجه أربع دقائق ودائما لا تتوقعوا الأكل الصحي مثل الأكل الغير صحي الإنسان الم... الإنسان اللي مش بتعود على الأكل الصحي صعب هو إن هو يتقبل هذا الأكل لازم الإنسان بالتدريج يتعود على الأكل الصحي مرة واحدة يروح على الأكل الصحي صعب حيكون عليه مش حيتقبله وهيك أصبحت جاهزة ممكن إحنا نحشيها بأي طعام مناسب للحمية تبعتنا ومثل ما حكيت الأكل الصحي يعني مستحيل يكون مثل مشلتة المصري أو مثل الأكل الطبيعي يعني الطعم مستحيل يعني يكون ولكن اللي بده الأكل الصحي بده يتحمل وبالتدريج هو حيتقبل هذا الأكل في أمان الله تزرونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناه واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه